هو حدوتة مصرية تخرج في كلية الفنون التطبيقية وأرغمته ميوله الفنية على التوجه للغناء رغم دراساته بقسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون. عبر عن هموم وأحلام الوطن والمجتمع بصوت يحمل طعم البيوت. قلبه مساء شعبية، فمن أول لمسة جذب مشاعر ووجدان جماهير محتلة وسط الدائرة. تكريمه اليوم تتويجا لمشوار 40 عاما من العطاء والغناء. انه صوت مصر، الاسطوره الغنائيه، انه الملك الكينج محمد منير. دول اخواتي ورفقاء عمري. انا صحيح فخور بان الدكتورة ايناس هي المسؤولة عن ثقافة مصر. شكرا. Okay.